القضاء يقرر الإفراج عن سليم الجبوري ويغلق الدعوى بحقه، والبرلمان يؤجل التصويت على قناعته بأجوبة العبيدي من عدمها إلى جلسة الاثنين المقبل. العبادي يضع اللمسات الأخيرة على ملف المرشحين لتولي الوزارات الشاغرة، ودولة القانون يؤكد أن استجواب العبيدي لن يعرقل حسم ملف التعديل الوزاري. مكافحة الإرهابي تؤكد أنها بانتظار أوامر العبادي لتحرير الموصل والحويجة، وداعش يبدأ بنقل ملفاته المهمة من الموصل إلى الرقة السورية. وفي النشرة أيضاً، العشرات من المواطنين يتظاهرون أمام مصرف أهلي للمطالبة بأموالهم، ودعوات للبنك المركزي للوقوف بحزم أمام المصارف الخاصة. أهلا بكم متابعينا في نشرة الأخبار من المدى، بدايتها مع أسامة. تحية لك إيناس، أهلا بكم متابعينا في كل مكان. نبدأ الأخبار من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، حيث شهدت هذه الجلسة الكثير من الأحداث، لعل أبرزها التصويت على رفع الحصانة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري. وما أن تم رفع الحصانة عن الجبوري حتى مثل أمام القضاء الذي أعلن فيما بعد الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وإغلاق الدعوى بحقه. ردت السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وقررت الإفراج عنه مع غلق الدعوة المقامة ضده في الأول من شهر آب الحالي لعدم كفاية الأدلة. اليوم أصدر القرار وأثبت فعلا استقلاليته ونزاهته، وأعطى القرار المناسب ببراءة السيد سليم الجبوري ودون أن يطلب رفع الحصانة. يعني المبادرة كانت من السيد سليم الجبوري، وأعطى رفع الحصانة عنه بموافقة مجلس النواب. اليوم أثبتت ساحته، أثبت حقه وأثبت براءته من خلال تقديم أقواله للقضاء. واتجه رئيس مجلس النواب إلى القضاء بعدما رفع البرلمان الحصانة عنه والنائبين محمد الكربولي وطالب المعمار، وجاء التصويت على طلبهم من قبل أعضاء المجلس رغبة منهم في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة باتهامات العبيدي. فأني أتقدم طوعيا إلى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة 63 ثانيا باء من الدستور والمادة 20 ثانيا من النظام الداخلي. ولم تتمكن لجنة تقصي الحقائق من تقديم تقريرها النهائي إلى البرلمان بعدما دونت في وقت سابق إفادات كل من رئيس البرلمان والنواب عاليا صيف وحنان الفتلاوي وطالب المعمار ومحمد الكربولي، إضافة إلى وزير الدفاع خالد العبيدي. فنحن مستمرين بالبحث عن الحقائق ومستمرين باستدعاء هناك شخصيات خارج مجلس النواب العراقي لربما تم استدعائهم ثم حضورهم إلى مجلس النواب العراقي لكي نقوم بتدوين أقوالهم ثم كتابة التقرير النهائي ورفعها إلى مجلس النواب العراقي وإلى القضاء العراقي. أخذنا إفادات كل النواب ورئيس مجلس النواب العراقي، وتم استدعاء سيد وزير الدفاع العراقي، وأيضا تم تدوين أقواله وتم أخذ إفادة منه. بعد قرار السلطة القضائية تكون اتهامات العبيدي قد انطوت وأصبحت من الماضي، ويبقى الوزير ينتظر ما سيبت به مجلس النواب من قرارات تخص قناعة النواب بالأجوبة التي أدلى بها في جلسة استجوابه والتي ستحدد إقالته من عدمها. من بغداد، محمد صباح، المدى. وقبل مغادرته قاعة البرلمان، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في كلمته أمام النواب أن محاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب مؤامرة كبيرة يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون وسراق المال العام للتهرب من المساءلة القانونية أمام الشعب. الجبوري أشار إلى أن تلك الاتهامات محاولة لإخفاء الحقيقة وراء ستار الادعاءات الكاذبة والافتراءات المفبركة التي لا حقيقة لها. وأضاف الجبوري أن ادعاءات وزير الدفاع باطلة وأنه سيثبت براءته أمام الشعب. مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة 63 ثانيا باء من الدستور والمادة 20 ثانيا من النظام الداخلي. تقدمت للقضاء العراقي بشكوى لتبيان حقيقة هذه الادعاءات، وكل ثقة بقدرة القضاء العراقي ومصداقيته أن تضع الأمور في نصابها وتعيد الحق إلى أهله. إن محاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب مؤامرة كبيرة
يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون وسراق المال العام وأصحاب الملفات السوداء للتهرب من المساءلة القانونية أمام الشعب في محاولة منهم لإخفاء حقيقة وراء ستار الادعاءات الكاذبة والافتراءات المفبركة التي لا حقيقة لها. إلى ذلك أكدت النائبة عن التحالف الوطني زينب السهلاني أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سيعود لمنصبه خلال جلسة الاثنين المقبل بعد استكمال الإجراءات القضائية والتحقيقية. وقالت السهلاني أن الجبوري لن يعود رئيسا للبرلمان في جلسة الخميس المقبل، وإنما سيعود لمنصبه خلال جلسة الاثنين من الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات القضائية والتحقيقية، وفي حال تم منحه الثقة كرئيس للبرلمان مجددا، موضحة أن جلسة الخميس المقبل سيتولى رئاستها أحد نائبي الجبوري. وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل التصويت على قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي من عدمها إلى الاثنين المقبل. نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد الذي أدار جلسة البرلمان أكد أن التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع بحاجة لطلب مقدم من 50 نائبا، مؤكدا ضرورة التصويت بمدى قناعة المجلس بأجوبة الوزير أو عدم الاقتناع أو التأجيل. وللحديث أكثر عن جلسة البرلمان وعن قرار تبرئة الجبوري تنضم معنا عبر الهاتف النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي. مرحبا بك سيادة النائبة. أهلا وسهلا. أهلا بك. جلسة البرلمان اليوم شهدت الكثير من المتغيرات، كيف تنظرون لجلسة اليوم؟ بالبداية نشكركم على استضافتنا وهذا الموضوع. بالنسبة إدارها السيد آرام الشيخ، وكانت إدارة ممتازة منه يعني كإدارة للجلسة. فبالبداية كان بيان السيد رئيس المجلس، بعدها طلب رفع الحصانة عنه، هذا حق النائب أن يطلب رفع الحصانة، وبالفعل وافق. كانت هناك بالأغلبية قرار المجلس برفع الحصانة، لأن لا يجوز مقاضاة أي نائب قبل رفع الحصانة عنه. نعم. فكانت بتوقف حكم المحكمة على رفع الحصانة. لكن أنا بالبداية أهنئ الدكتور الجبوري على التبرئة، لكن تفاجأ أكثر النواب بسرعة القضاء اليوم. اليوم السيد النائب العفو رئيس المجلس نهنيه وهو فائز أنه أثبت براءته، لكن بنفس الوقت يا ترى الشعب العراقي يعني اليوم أمام القضاة أمام الشعب العراقي بهذه السرعة تحسم قضية، يعني قضية كبيرة في هذه السرعة. يعني اليوم القضاة يعني عدة ملفات تحت أيديهم، لماذا لم يتهمنها ويحقق فيها ويطلع حكم المحكمة بها؟ فيعني هل القضاء المسؤول تتعامل معاه شكل مع المواطن يعني غير شيء؟ هل هذا القضاة الصور يوم القضاء سيادة النائبة أمام علامة استفهام؟ نعم. ماذا بعد براءة الجبوري، ومتى سيعود أو سيعاود إدارته لجلسات البرلمان، وما هو الإجراء القانوني لإعادة الحصانة له ولرئاسته للبرلمان من جديد؟ أيضا بنفس الطريقة اللي رفعت فيه الحصانة تعاد الحصانة بعد تبرئته، بما أنه هو بريء من نعم. حقه أنه يعود إلى المجلس، يعود كرئيس مجلس أيضا. نعم، يعني بالتصويت تقصدين؟ نعم نعم. أيوة. إذن نعم، لأنه هو تبرأ بعد من المحكمة، فراح يكون إن شاء الله موجود. نعم. وماذا عن باقي القضايا للنواب الآخرين الذين شملتهم اتهامات وزير الدفاع؟ رفعت الحصانة عن طالب المعماري، نعم، وأيضا سوف يذهب إلى القضاء، وإلى أن يتبرأ أيضا يرجع إلى المجلس. نعم. يعني برأوا القضاء بإذن الله. نعم، كنت معنا عبر الهاتف النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي، شكرا جزيلا لك.
مستمرون معكم في هذه النشرة الإخبارية من المدى. أعلنت هيئة النزاهة عن استكمالها تدوين إفادتي اثنين ممن وردت أسماءهم في قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. وقالت الهيئة في بيان لها أن محققيها دونوا إفادة إياد عبد الله الجبوري ووليد خماس، مبينة أن الأول يعمل مستشارا في مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وهو أحد أشقائه، في حين أن الثاني يعمل موظفا في مكتبه. أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن رئيس الحكومة يضع اللمسات الأخيرة على ملف المرشحين الثمانية لتولي الوزارات الشاغرة تمهيدا لعرضه على البرلمان حال استقرار أوضاعه من تداعيات استجواب وزير الدفاع. العلاق أكد للمدى أن ما حصل خلال جلسة استجواب العبيدي لن يعرقل حسم ملف التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن ملف أسماء المرشحين لتولي الوزارات الثمانية الشاغرة أصبح لدى العبادي لوضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس النواب بأقرب فرصة. وأضاف العلاق أن تداعيات جلسة استجواب العبيدي هزت البرلمان، الأمر الذي يتطلب فسحة من الوقت لاستعادة أنفاسه قبل مناقشة أسماء الوزراء الجدد والتصويت عليهم. عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، واطلع على التوصيات والاستنتاجات التي تضمنها محضر اجتماع اللجنة المشكلة للتحقيق في الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة في إنشاء المباني التي تعرضت للتدمير في حادث التفجير الإرهابي في منطقة الكرابة. ووافق المجلس خلال الجلسة على إكمال مشروع إنشاء 130 مدرسة في مناطق الأهوار تنفذ على مراحل ابتداء من عام 2017، وإقرار مقترحات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومذكرة التدقيق والرقابة المالية بشأن المشروع المذكور. كما قرر المجلس تخويل وزارة الكهرباء مناقلة المواد المتوفرة في المخازن لصالح المشاريع الاستثمارية لغرض إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمنظومة الكهربائية. أعلن محامي عن مجموعة ناشطين مدنيين من التيار الديمقراطي عن تأييد المحكمة الاتحادية العليا العديد من فقرات الطعن على قانون الأحزاب السياسية والإقرار بعدم دستوريتها. وقال المحامي زهير ضياء الدين أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا في الدعوة المقامة من قبل كل من رئيسة منظمة أمل هناء أدوار ووثاب داوود السعدي وسكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن أحمد علي إبراهيم ضد رئيس مجلس النواب للطعن بعدم دستورية عدد من مواد قانون الأحزاب، مشيرا إلى أنه بعد المرافعة الأصولية استجابت المحكمة لعدد من الطلبات التي وردت في الدعوة، حيث قضت بعدم دستورية المواد المثبتة لاحقا. ضياء الدين بيّن أن الطعن يشمل اشتراط حصول مؤسس الحزب على شهادة جامعية وتحمل رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب المسؤولية عما ينشر فيها، نسبة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب. أعلنت مفوضية الانتخابات أنها كسبت قرارا من المحكمة الاتحادية بخصوص صلاحية إصدار تعليمات خاصة بقانون الأحزاب، فيما دعت الأحزاب السياسية إلى إكمال إجراءاتها الخاصة بالتسجيل. وقال المتحدث باسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان له أن المادة 59 من قانون الأحزاب تتعارض مع الدستور، وأن إصدار التعليمات الخاصة بالقانون هي من صلاحية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من مجلس الوزراء، مضيفا أن الوقت أصبح ضيقا حسب المدة القانونية لتسجيل الأحزاب ومراجعتها للمفوضية لكي تستكمل الإجراءات الخاصة بالتسجيل. من جهتها أكدت جبهة الإصلاح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غيرت مدراء فروعها بالمحافظات حسب الاستحقاقات السياسية للكتل، متهمتها بعدم الاستقلالية. النائب عن الجبهة علي البديري وفي تصريح صحفي أكد أنه وبعد أن تم جمع تواقيع لتغيير المفوضية وربطها بالقضاء، قامت مؤخرا بتغيير مدراء الأقسام والفروع بكل محافظة في إجراءات جاءت لإرضاء الكتل السياسية حتى لا يتم تغييرها. انتقد محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم شمول محافظة كركوك بالانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المزمع إجراؤها في العام
المقبل. كريم وفي مؤتمر صحفي أكد أن محافظته حرمت لثلاث دورات سابقة من مشاركة أبنائها في الانتخابات المحلية، مهددا بعدم قبول أو فسح المجال للمفوضية بفتح مراكز لاقتراع النازحين في المحافظة. عندما يحرم كركوك من إجراء الانتخابات يتخذ هذه كحجة من قبل الوزارات ومن قبل الحكومة الاتحادية وجميع الوزارات بدون استثناء بحرمان كركوك من اللامركزية والصلاحيات التي تنقل للمحافظات الأخرى. نسمع من المفوضية بأن النازحين سوف يشملون بالانتخابات وسوف يفتح لهم مناطق الاقتراع، وأريد أن أقولها بكل صراحة بأن إذا حرم محافظة كركوك من إجراء الانتخابات فلن يجري انتخابات لأي محافظة أخرى في كركوك. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم غيابي بحق القائم بأعمال السفارة العراقية السابق في دولة قطر عازية السبب إلى تجاوزه الصلاحيات الوظيفية. وقالت الهيئة في بيان لها أن دائرة التحقيقات أفادت بصدور حكم غيابي بحق المدان يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، مبينة أن المدان أقدم خلال عمله على تجاوز صلاحيات الوظيفية العامة عن طريق تحديده تخصيصات للطلبة العراقيين المرشحين للدراسة في كلية قطر لعلوم الطيران دون سند قانوني يخوله ذلك. وأكدت الهيئة أن قرار الحكم الصادر بحق المدان الهارب تضمن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية. وكانت هيئة النزاهة قد كشفت عن إحباط محاولة لسرقة أكثر من 19 مليار وربع المليار دينار من مصرف الرافدين الحكومي، مؤكدة أن أحد زبائن المصرف حاول سرقة المبلغ عن طريق التلاعب بإجراءات المقاصة الإلكترونية. وبينت الهيئة في بيان لها أن محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بحق المدان وهو أحد زبائن المصرف يقضي بالحبس مدة 6 سنوات، لافتة إلى أن المدان حاول سرقة أموال مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لحساب أحد زبائن مصرف أهلي، حيث تم إجراء مقاصة إلكترونية بين المصرف الأهلي ومصرف الرافدين الفرع الرئيس، إذ تم اكتشاف عدم وجود رصيد في حساب المدان. أعلنت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية تسلمها ملفات أحكام الإعدام القطعية الخاصة بجريمة سبايكر. وقالت الدائرة في بيان لها أن أحكام الإعدام الخاصة بهذه الجريمة كانت قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية بعد صدورها من المحاكم الجنائية المختصة، مبينة أنها تعمل بدأب من أجل إنجاز عملها تمهيدا لمصادقة رئاسة الجمهورية على كافة الملفات الخاصة بجرائم إرهابية خطيرة استهدفت مواطنين أبرياء. تظاهر العشرات من المواطنين أمام أبواب المصارف الأهلية في بغداد للمطالبة بأموالهم المودعة فيه، لكنهم لم يحصلوا على أي نتيجة من قبل هذه المصارف. الجهات الحكومية طالبت البنك المركزي بالتدخل والوقوف بوجه هذه المصارف التي تحتال على المواطنين باستثمار أموالهم وتأخير إعادتها إليهم. تظاهرة ليست الأولى من نوعها نظمها مجموعة من المواطنين أمام أبواب المصارف الأهلية للمطالبة بصرف أموالهم التي ودعوها، لكنهم لم يحصلوا عليها لأسباب تتعلق بعدم جدية هذه المصارف في إيجاد حلول لهذه الأزمة. احنا ناس مودعين مبالغ للمصرف، يعني وديعة أمانة، ومن طبيعة الأمانة لازم ترجع. هسه احنا محتاجين مبالغنا، الفلوس وين راحت؟ فمنو المسؤول عن هالحاله؟ هل هي الحكومه لو منو نفتهم؟ لو احنا نصرف تصرف شخصي؟ هذه ليست المظاهره الاولى، بل قمنا بعده مظاهرات سابقا لكن دون جدوى. لذلك من خلال قناتكم الموقره نناشد جميع المسؤولين وجميع القاده المسؤولين عن هذه المساله ان يقوموا بحل. عندنا مبالغ هنا قليله وحقوق الناس وحقوقنا وما جاي ناخذها، صار لنا سنه نراجعهم وماكو يعني اي حل ولا فشي. جهات حكوميه وصفت هذه المصارف
بالفاشلة، داعين الجهة المعنية المتمثلة بالبنك المركزي للوقوف بحزم وحل المشكلة. للأسف الشديد يعني جزء لا بأس به من القطاع المصرفي الأهلي قطاع فاشل، وهذا الفشل من حمل على رؤوس المواطنين. أنا أتصور البنك المركزي يحتاج وقفة قوية بصراحة لتدارك الأمر، ليس بوضع الوصاية، يعني الوصاية أنا أتصور غير كافية، لأن هي عبارة عن تطمينات تنتهي باللا شيء. الحقيقة يجب أن يتدخل، يتدخل بسيولته، يعطي مستحقات المواطنين ويضع اليد على يعني على 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 موجودات أي مصرف يعتقد أنه كافية لسد مطلوبات المواطنين على المصرف. القوات الخاصة بحماية مصرف دار السلام منعت كادر المدى من الدخول ومقابلة مسؤولي المصرف لمعرفة أسباب تأخر صرف ودائع المواطنين. فسح المجال أمام أصحاب المصارف الأهلية للاستثمار خارج البلاد في أموال المواطنين من دون رادع أسهم بخلق هذه الأزمة التي وقع ضحيتها أصحاب الودائع بتلك المصارف. من بغداد، إسراء خالد، قناة المدى. أوعز وزير الداخلية الأردني سلامة حماد بتقديم التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات دخول العراقيين، وذلك بعد لقائه بالسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن حماد بحث مع السهيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، والتسهيلات الممنوحة للعراقيين لدخول المملكة بحسب وكالة الأنباء الأردنية. وطلبت السهيل خلال اللقاء بتقديم التسهيلات في منح تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات. من جانبه أوعز وزير الداخلية الأردني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة تسعى للحفاظ على أهالي الموصل خلال عمليات تحرير المدينة من سيطرة داعش، مجددا نفيه وجود جنود أجانب يقاتلون التنظيم على الأراضي العراقية. بيان لمكتب العبادي ذكر أن رئيس الوزراء وخلال لقائه نظيره الهولندي مارك روت أشار إلى أن الحملة الأخيرة ضد داعش ستكون خلال تحرير الموصل، مؤكدا حاجة بغداد لمساعدة دولية في الوقوف مع العراق بالمجالات كافة لا سيما الإنساني. من جانبه أكد روت أن هولندا تحارب داعش على العديد من الأصعدة، مشيرا إلى أن مباحثاته مع العبادي تركزت على الهجرة والمهجرين العراقيين وعن إصلاح النظام الاقتصادي والتحديات التي تواجه العراق من أجل إدامة التعاون. أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني الأسد استعداد القوات الأمنية لتحرير الموصل والحويجة في أقرب وقت، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية بانتظار ساعة الصفر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي. نعم نور، نعم إيناس، وأكد الأسدي أن القوات الأمنية والجيش العراقي مستعدة تماما، كما أن أغلب القطاعات تمركزت في نقاطها الأمنية قرب الموصل والحويجة وقاعدة الجيارة وقرية الحاج علي وبقية القرى، مبينا أن تحديد انطلاق معركة الموصل ليس من صلاحية حكومة نينوى وإنما بقرار رسمي من القائد العام للقوات المسلحة. أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن طائرات التحالف الدولي قصفت مقرا لتنظيم داعش في قرية غريطاج التابعة لناحية النمرود في محور خازر شمال شرقي الموصل، مما أسفر عن مقتل 4 من عناصر التنظيم. وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى إصابة العشرات من داعش وتدمير عدد كبير من آليات التنظيم ومعداته، بالإضافة إلى تدمير المقر بالكامل. أفاد مصدر أمني في نينوى بأن تنظيم داعش نقل ملفاته المهمة التي تتضمن قاعدة بيانات بشأن عناصر التنظيم ومخططاته من مدينة الموصل إلى الرقة في سوريا. وقال المصدر أن تنظيم داعش الإرهابي في الموصل قام بنقل الحواسيب والملفات المهمة
التي تتضمن قاعدة بيانات عناصره ومخططات أعماله إلى مدينة الرقة، مضيفا أن تنظيم نقل أيضا عددا من مقراته الرئيسية إلى بيوت سرية في الموصل بعد مقتل أبرز قيادته نتيجة قصف طيران القوة الجوية والتحالف الدولي. حقق المحور الشمالي لقطاعات قيادة عمليات سمراء التماسا مع قطاعات قيادة عمليات صلاح الدين. وذكر بيان لإعلام قيادة عمليات سمراء أن المحور الشمالي لقطاعات قيادة عمليات سمراء حققت التماس مع قطاعات قيادة عمليات صلاح الدين، مضيفة أنه تم تفجير مجموعة من العبوات الناسفة التي خلفتها داعش الإرهابي على محاور تقدم القطاعات وتعالج عدد من المنازل الملغومة. أطلقت القوات الأمنية عمليات عسكرية لتطهير منطقتي وادي العظيم ومطيبيج الرابطة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. وذكر قائد عمليات سامراء اللواء ركن عماد الزهيري أن قوة مشتركة من عمليات سامراء وعمليات دجلة انطلقت فجر اليوم لتطهير المنطقتين الرابطتين بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من سيطرة داعش الإرهابي، موضحا أن العملية تمت باشتراك من طيران القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، إضافة إلى اشتراك قطاعات من الحشد الشعبي إلى جوار قطاعات قيادة عمليات دجلة. وفي الأنبار، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي تدمير 8 مقرات لتنظيم داعش بقصف جوي شمال الرمادي. وقال المحلاوي إن طيران القوة الجوية تمكن من قصف 8 مقرات لتنظيم داعش في جزيرة الرمادي الواقعة شمال المدينة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل، مضيفا أن القصف أسفر أيضا عن مقتل عشرات الإرهابيين في داخل تلك المقرات. أعلن التحالف الدولي تنفيذ 14 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، مبينا أن الضربات أسفرت عن تدمير آليات ووحدات تكتيكية وأعتدة ومواقع قتالية تابعة للتنظيم. وقالت قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف في بيان لها أن 8 ضربات نفذت قرب الموصل والقيارة والرمادي وسنجار والسلطان عبد الله في العراق أسفرت عن تدمير مقرات قيادة وأنفاق وصواريخ وأعتدة وعجلات ومواقع مدافع هاون تابعة لتنظيم داعش. دعا أمير فوج طوارئ 18 شرطة قضاء هيد غرب الرمادي بمحافظة الأنبار العقيد فاضل النمراوي الأسر النازحة والمهجرة إلى العودة للقضاء. النمراوي أكد أن الوضع الأمني في مدينة هيد مستقر تماما، والقوات الأمنية من فوج طوارئ شرطة الأنبار والجيش ومقاتلي العشائر يمسكون المدينة. ودعا النمراوي أهالي هيد النازحين والمهجرين العودة للقضاء كون الحياة طبيعية والأسواق تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي خطر لتنظيم داعش على هيت. أعلنت قيادة عمليات غرب بغداد عن تأمين 25% من مناطق مدينة الفلوجة من مخلفات تنظيم داعش، مشيرة إلى أن العمل ما زال مستمرا لتأمين المدينة بالكامل قبل عودة النازحين لمناطقهم المحررة. وقال قائد عمليات غرب بغداد اللواء ركن سعد حربية أن القوات الأمنية بكافة صنوفها تمكنت من معالجة وتفجير 8000 عبوة ناسفة وتفكيك 1500 منزل مفخخ وتفكيك ومعالجة 48 معملا لتفخيخ العجلات وضبط 52 كتسا للأسلحة والعبوات والأعتدة المختلفة وتطهير 240 كيلومترا من الطرق الرئيسية والفرعية في الفلوجة. استمرار العمل بإزالة الألغام وتردي الواقع الخدمي عوامل عرقلة عودة النازحين إلى المناطق أو إلى مناطق الفلوجة والقرمة والصقلاوية، لتؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عودتهم ستكون بعد 3 أشهر. وبحسب إحصائيات وزارة الهجرة فإن أعداد النازحين من هذه المناطق تجاوز 140,000 شخص وهم بانتظار الوقت المناسب للعودة إلى ديارهم. عودة النازحين إلى قضاء الفلوجة والصقلاوية وناحية القرمة تحتاج إلى 3 أشهر على أقل تقدير بحسب اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الجهات المعنية.
التي تواجه مشكلة الألغام المتبقية وتضرر الواقع الخدمي هناك بنسبة كبيرة اعتمادا على منحة التحالف الدولي فقط. قضية التأكد من نزع الألغام وتطهير المناطق من المواد الكيميائية والملوثة، وهناك إشكالات في خدمات الماء والمجاري والكهرباء، ومن خلال المنح التي تتلقاها من دول التحالف وآخرها المبلغ الذي حدد في مؤتمر واشنطن والبالغ 2.1 مليار دولار، هذه المبالغ ستساعد كثيرا في الإسراع بعملية إعادة الاستقرار. التداول يتم الآن بشأن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في مجال استقرار تقديم الخدمات، وفي نفس الوقت القادة الأمنيين والوسائل التي تؤمن سلامة واستقرار النازحين منعا لتكرار أي عمليات ممكن أن تؤدي إلى النزوح آخر. وزارة الهجرة والمهجرين لديها 464 ألف شخص نازح ما زالوا خارج مناطقهم في الفلوجة والصقلاوية والقرمة، أما من عادوا إلى ديارهم في عموم العراق فقد بلغ أكثر من 160 ألف عائلة. الإحصائيات التي لدينا أن هناك 464 ألف شخص نزحوا من المناطق التي تم النزوح منها من الفلوجة والصقلاوية والقرمة وغيرها، يعني تعتبر أكثر من ثلث النازحين في الأنبار. هناك أكثر من 160 ألف عائلة عادت في الفترة الأخيرة، أي ما يقارب حوالي 820 ألف نسمة في محافظات صلاح الدين بالدرجة الأولى، تأتي بعدها الأنبار وتليها ديالة، وهناك عودة أيضا إلى بعض مناطق نينوى ولكن العودة طفيفة وقليلة. آلاف العائلات النازحة من محافظة الأنبار تنتظر الرجوع إلى مناطقهم، لكن انهيار البنية التحتية وبقايا الألغام مع قلة التخصيصات المالية اللازمة لذلك تحول دون رجوعهم خلال هذه الفترة، طبقا لتقدير الجهات المعنية عن ملف إعادة النازحين إلى المناطق المحررة. طالبت كتل عمل النيابية بتشكيل غرفة عمليات لإغاثة النازحين وإيوائهم مشتركة لمواجهة أي عملية للنزوح خلال العمليات العسكرية. النائب عن الكتلة أحمد السلماني أشار إلى أن هناك تقصير من الجهات المعنية تجاه إنقاذ المدنيين والعمل على إعادة العائلات التي تم تحريرها من سيطرة داعش. طالب كتلة عمل النيابية بتشكيل غرفة عمليات لإغاثة النازحين وإيوائهم من وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات الساندة وإدارات المحافظات ورقابة النواب من ضمن قيادة العمليات المشتركة، لتكون حاضرة في كل الخطوات الميدانية للقطعات العسكرية البطلة للتهيئة المباشرة في إنقاذ الأسرى والمحاصرين من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وتهيئة المستلزمات الضرورية لإيوائهم، وذلك بسبب الضعف الكبير في عمليات الإنقاذ والإيواء والإسناد الضعيف جدا من الوزارات الساندة. كما نأمل من هذا التشكيل المقترح أن يتولى بنفسه مسؤولية إعادة النازحين، حيث تأخروا كثيرا وتفاقمت معاناتهم في سليمان بيق وعزيز بلد وقرى الطوز وبعض مناطق جزيرة سامراء وجرف الصخر وغيرها ومناطق عديدة في ديالة. طالب التحالف الكردستاني إلى السعي لتحرير ما تبقى من مختطفات الأيزيديات ومساعدة الناجيات بعد أن تعرضنا للاضطهاد من قبل تنظيم داعش الإرهابي. النائبة عن التحالف فيان دخيل دعت في مؤتمر صحفي لها في مبنى البرلمان إلى إعادة إعمار قرية شنغال التي تعرضت للدمار بعد دخول التنظيم إليها وتشكيل لجنة لبحث موضوع الإبادة الجماعية مع المحكمة الجنائية الدولية. طالب اليوم وبعد مرور عامين، أولاً السعي لتحرير ما تبقى من مختطفاتنا البالغ عددهم 3770 امرأة وسيدة وطفلة، والعمل على مساعدة وتأهيل الناجيات نفسياً، علماً إنه لحد الآن تم شراء 2460 امرأة يزيدية. ثانياً
الإسراء بإعادة إعمار شنغال وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وفتح الطرق وإزالة الأجسام الغير منفلقة، مع تقديم تعويضات لتشجيع الأهالي على العودة تدريجياً لمناطق سكناهم، واعتبار من تم قتلهم في سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق. كما نطالب البرلمان العراقي على الطلب من الحكومة لتشكيل لجنة من الجهات المختصة لبحث موضوع الإبادة الجماعية التي حصلت لليزيديين مع محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في هذه الجريمة. اجتمعت وزارة النفط مع عدد من أصحاب الشركات لتقديم مناقصاتهم لتأهيل وإحالة المنتجات النفطية في جولة التراخيص الثالثة. اللجنة المكلفة من قبل الوزارة كان لها الدور في اختيار وإرساء العطاءات من 42 شركة متقدمة أكملت شروطها القانونية. من أجل تحقيق مبدأ الشفافية في جولة التراخيص الثالثة، أقامت وزارة النفط اجتماعها الخاص مع أصحاب الشركات لإعطائهم الفرصة في تقديم عطاءاتهم الخاصة بمناقصة تأهيل وإحالة المنتجات النفطية على محاور وزارتي النفط والكهرباء. شفتوا يعني شفافية الموضوع، يعني اللجنتين هي لجنة تأهيل الشركات كانت موجودة، لجنة تأهيل الشركات كانت متكونة من كل الأطراف الفنية والإدارية والأمنية، يعني مكتب خلينا نقول مكتب فتش العام، مكتب معلومات، الديوان دائرة الرقابة الداخلية، وشركة توزيع من الناحية الفنية، أهلوا شركات، من أهلوا شركات تقييم صارت على هاي التقرير من قبل اللجنة العليا، ما كان عندهم أي ملاحظات. أكثر من 54 شركة متقدمة في المناقصة، إلا أن الوزارة اختارت 42 منها لاكتمالها الشروط القانونية في تقديم خدماتها للوزارتين. تم تأهيل الشركات، قدمت طبعا العديد من الشركات، تم تأهيل 41 شركة واستبعدت 11 شركة تم استبعادها، وحقيقة دخلت هذه الشركات المؤهلة في جولة تنافسية لتقديم الأسعار. في حال التلكؤ هناك طبعا جدول غرامات، وبعد ذلك يتم إذا حدث خلل في النقل تصل إلى حد الوضع بالقائمة السوداء. تنافس يعني مشروع بين الشركات، وتعاون كامل ويانا وزارة النفط، يعني بالنسبة للتسهيلات بكل الأمور يعني الحمد لله والشكر. شفافية موجودة ويحشون يقدمون يعني قانونيا، ما يتجاوز على حق أحد فيما يخص الدائرة، أما فيما يخص احنا الناقلين لا، احنا تجاوزنا على نفسنا. وعلى الرغم من حدة التنافس بين أصحاب الشركات، إلا أن اللجنة المكلفة والصندوق الشفاف كانا لهما الدور الأبرز في اختيار وإرساء العطاءات للمشتركين. من بغداد ضياء حاتم، المدى. تعمل حكومة إقليم كردستان على تحديث النظام الاقتصادي فيها من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم. تنشيط الاستثمار والقطاع الخاص وتسهيل عمل الشركات المتواجدة والقادمة إلى أربيل هي أبرز القرارات التي اتخذتها حكومة الإقليم للنهوض بالاقتصاد. تسارع حكومة إقليم كردستان للخروج من الأزمة الاقتصادية الشائكة من خلال تحديث النظام الاقتصادي في الإقليم بمشاركة دولية أممية. اليوم أول نعلن المرحلة الأولى من هذا النظام، اللي المرحلة الأولى عبارة عن إصدار تعليمات جديدة، تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم 2 لسنة 2016، مع إصدار سيت كامل من وثائق القياسية، هي 7 وثائق القياسية، والدليل التعاقد لقطاع الخاص الكتيب أصدرناها اليوم بثلاث لغات، الكردي وعربي والإنجليزي. وزارة التخطيط في حكومة الإقليم أعدت خطة متكاملة تضم التنسيق بين وزارات الإقليم والمؤسسات الخاصة من خلال صيغة جديدة تعمل على تسهيل إجراءات الشركات التي تعمل في أراضيها. شاركنا في أول يوم من التنظيم إعادة تجديد السيستم اللي كنا نشتكي منه خلال أكثر من 50 سنة موجود هذا نظام العقود القديمة، فالحمد لله خلال 3 سنين بدأ العمل به وانتج اليوم
أعلن نتائجها. علينا أن نعيد النظر بهذه البنود والتعليمات الذي كنا نعمل بها سابقا، وذلك للمتغيرات الذي نراه يوميا أو المستجدات الذي يحصل على الساحة أو أثناء العمل. توجه حكومة الإقليم إلى الاستفادة من تجارب دول العالم وعكسها داخل كردستان، وتنشيط الاستثمار والقطاع الخاص يمثل أولوية كما يبدو من قبل هذه الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين. إبراهيم المحمود، قناة المدى. وإلى البصرة، حيث يشكو الصيادون في البصرة عموما وقضاء الفاو خصوصا من مضايقات عدة واعتقالات مستمرة من الجانب الإيراني أثناء ممارستهم الصيد. هذه المعاناة أضيفت لها عدم توفر الوقود واحتجازهم مع قواربهم لدى السلطات المحلية، والتي تبرر السبب بتجاوزهم المياه الإقليمية. مهنة الصيد من أهم المهن لأهالي قضاء الفاو في محافظة البصرة، لكن معاناتهم كثيرة كما يقول البعض منهم، فمضايقات الجانب الإيراني لهم أثناء ممارسة أعمال الصيد في المياه الإقليمية الفاصلة بين الجانبين مستمرة منذ فترة طويلة. الجانب الإيراني كلش متأذين، يعني حيل متأذين، وعندنا جماعة حاليا هسه موجودين بالسجن. وبالنسبة من ترجع مثلا كصفحة الإيرانية، هو صياد من يرجع هنا يسوون عليه جماعتنا تجاوز حدود، من تجاوز حدود الحكمة سنة أو 3 سنوات غيابيا، وهو الرجال على باب الله، يعني الرجال صياد خو، مو مثلا تقول رحمه مهرب شيء أو عنده فد وسائل يبيع مشترخ أو الجانب الإيراني، مجرد صياد يصير سمشات يرجع لأهله يعيش عياله، من يجي هنا تكضى جانب الإيراني العراق النوب تشلبي. معاناة الصيادين مختلفة، من ضمنها عدم دعم الدولة لهم بتوفير الوقود، لتكون مشكلة تضاف إلى اعتقالهم وحجز قواربهم لعدة أيام من قبل الجانب الإيراني، حيث تم اعتقال عدد من الصيادين خلال الأيام القليلة الماضية. بنزين أسواق سوداء هسه قاعد نشتريها، ماكو توفر من الدولة، يعني كل شيء ماكو، كله مشترى ناخذه منه. ومن نطلع للصيد هناك يأذون الإيرانيين بالمياه المشتركة الإقليمية، احنا من نعبر صفحتهم كظنا ياخذونا، بس هم من يعبرون صفحتنا يشتغلون براحتهم يطلعون محل يجاوبون. شلون صارت يعني حالات؟ اي حالات هسه عندنا، هسه عندنا جماعة بإيران مقضوضين، صار لهم حوالي 5 أيام 6 أيام عبروا الإيران خذوهم مشوا كظوهم، واحنا ما نقدر نشتغل. ويتحدث بعض الأعضاء في مجلس محافظة البصرة إلى أن الأمر ليس بجديد لتستمر هذه المعاناة، فيما يطالب البعض الجانب الإيراني بإيقاف التجاوزات على الصيادين العراقيين أثناء ممارسة مهنة الصيد. بالتأكيد هذه الحالة ليست بجديدة، هنالك قانون دولي وقانون محلي يعاقب على مسألة تجاوز الحدود، ومثل ما تعرف اليوم يعني الخط المائي الفاصل بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية في إيران مليء بالغوارق، ولم يعني حدوده لم تكن واضحة. يجب على الجمهورية الإسلامية أن تراعي قضايا الجوار. نعم هناك اتفاقيات وهناك مناصفة في مياه شط العرب، ولكن هذا الاعتقال يسبب إرباك ومخاوف كثيرة لأبناء هذه المنطقة، ونطلب من دول الجوار أن تفتح بعض الحدود، وأيضا المحددات موجودة ولكن تعطي شيء من الفسحة لصيادين حتى يقدرون يوصلون مناطق الصيد ويصادون. من البصرة، محمد الجابري، المدى. إلى ختام هذه النشرة الإخبارية مع التذكير بالعناوين. القضاء يقرر الإفراج عن سليم الجبوري ويغلق الدعوى بحقه، والبرلمان يؤجل التصويت على قناعته بأجوبة العبيدي من عدمها إلى جلسة الاثنين المقبل. العبادي يضع اللمسات الأخيرة على ملف المرشحين لتولي الوزارات الشاغرة، ودولة القانون يؤكد أن استجواب العبيدي لن يعرقل حسم ملف التعديل الوزاري.
مكافحة الإرهاب تؤكد أنها بانتظار أوامر العبادي لتحرير الموصل والحويجة، وداعش يبدأ بنقل ملفاته المهمة من الموصل إلى الرقة السورية. وفي النشرة أيضا، العشرات من المواطنين يتظاهرون أمام مصرف أهلي للمطالبة بأموالهم، ودعوات للبنك المركزي للوقوف بحزم أمام المصارف الخاصة. انتهت نشرتنا الإخبارية، شاكرين لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا يا ناس. شكرا أسامة.